السلام عليكم كنتمنى تكونوا بخير وعلى خير ومرحبا بكم معايا في قناتكم فضاء الام المغربيه اليوم ان شاء الله غنشارك معكم سيجار بلا ورقه بلا عجين طريقه سهله جدا وبحشوه اقتصاديه كنتمنى ديرو جيم الفيديو إذا عجبكم وتبارطاجيوه مع العائله والاصدقاء وما كذلك تشتركوا في القناه بالنسبه لي مازال ما اشتركش الان على بركه الله الطريقه والمقادير هنا غادي نحتاج هذا النوع هذا ديال لي بات اللي سميتو كانيلوني راه كيتباع في الاسواق الكبرى تقدروا تلقاو فين ما مشيتو انا هنا هذا هو اللي خديت من اوشو هنا في فرنسا وفي المغرب كذلك غادي تلقاوه في الاسواق الكبرى موجود اول حاجه كناخذ هذا لي كانيلوني غادي درت الماء يغلى مزيان ومن بعد غادي ندير ندير هاد لي كانيلوني في هاد الماء هذا اللي مغلي تقريبا واحد المده ديال دقيقه واحده فقط دونك خصكم تطبقوا هاد خصكم ال... تطبقوا هاد القضيه ديال دقيقه ما تفوتوهاش حيت الا مشاو حتى طابوا مزيان ما نبقاوش نتحكموا فيهم ما غاديش نقدروا نامروهم ولا نتحكموا فيهم كيف ما بغينا ها هما دابا من بعد ما صفيتهم من داك الماء ها هما كيفاش كيجيو بحال هكا دابا غادي نحضر الخليط باش نقليهم في الزيت غادي نحتاج لا شابلوغ وغادي نحتاج البيض كذلك اللي غادي نطربو كما غادي تشوفوا مزيان غير البيض هنا درت غادي نحتاج تقريبا ثلاثه ديال البيضات أه من بعد زدت مزال بيضه وحده من بعد كنطربو مزيان وهنا لا شابلوغ تحضرتها غير في الدار يعني تقدروا توجدوها في الدار سهله دغيا كتوجد كتاخذوا الخبز اللي كارم لين عندكم في الدار يبقى مثلا واحد المده ديال يومين كل ايام عندكم ما تضيعوهش بقاو ديروا منو لشابلوه. لا انا شنو درت من بعد قطعته ودرته في الفران يتسكرمل واحد المده ديال 20 دقيقه المهم غير يتسكرمل شويه ما تخليوش حتى يتحرق ومن بعد كنحك هذاك الخبز في الحكاكه الرقيقه حتى كنحصل على هذه لا شابلوغ هذه آه صافي هذه هي الطريقه كيفاش كندير كندير هاد لي كانيروني في هاد البيض ومن بعد كندوزهم في لا بهذا الشكل هذا وفي هاد الاثناء كندير واحد المقلاة اللي لي فيها الزيت كنخليها حتى كتسخن مزيان ومن بعد كنديرها على عافيه متوسطه وعاد غادي نبدا نقلي في هاد لي كانيروني كما كتشوفوا كنقلبهم يعني ما كياخذوش كي الوقت بزاف دغيا كيوجدوا غير خصهم يتحمروا وصافي وكيكونوا واجدين كما كتشوفوا يعني الطريقه سهله جدا كيكونوا زعما ساهلين في التحضير وكذلك ما كياخذوش الوقت بزاف تقدروا توجدوهم في رمضان الكريم لما بلغ رمضان لا فاقدين ولا مفقودين يا رب المهم يعني طريقه سهله واقتصاديه بالنسبه للحشوه اللي غادي نحتاج فيها هنا يعني درت بطاطا اللي سلقتها مزيان ومن بعد صفيتها ومعستها وغادي نضيف ليها شويه ديال البزار شويه ديال الملحه وكذلك انا عندي هاد الاعشاب هادو فيهم الربيع فيهم يعني اعشاب مخلطه فيهم الثومه فيهم البصله كذلك مجففه ومن بعد غادي نستعمل المايز وغادي نحتاج كذلك الطون ديال الزيت كتجي حشوه زوينه واقتصاديه كما غتشوفوا حتى هي ما كتطلبش الوقت بزاف كنخلط هاد المكونات جيدا وكنضيف كذلك شويه ديال الملحه والزيت عفوا الزيت البلديه كنخلط هاد الخليط مزيان تقدروا كذلك ديروا حشوات مختلفه على حسب ديالكم بالنسبه للحشوه تقدروا كذلك تضيفوا ليها المايونيز اللي كيبغيه يعني كيجي حتى هو في الوصفه يعني كل واحد يدير على حسب الذوق ديالو كاين يعني حشوات مختلفه نشارك نشارك معكم ان شاء الله في الفيديوهات القادمه حشوات اخرى متنوعه اللي غيكونوا غي في المتناول بطبيعة الحال وكذلك اقتصاديه المهم في الاثناء خديت واحد البوش بلاستيكي او بوش جوتابل وكنعمرو بهاد الحشوه هادي اعتذر في هاد التصوير ما كانش واضح ولكن يعني عادي كتعمروه بهذيك الحشوه كما كتشوفوا ومن بعد خديت المقص وقطعت واحد التقطيعه شويه لي تكون كبيره باش تسهل عليا انني نعمر دغيا هاد لي كان كنعمر من هاد الجهه والجهه الاخرى تا حتى كتبان ليا بطبيعه الحال في الجناب على هذا الشكل لانني في الاخير غادي نزينها مازال بالجبن وتقدروا كذلك تزينوها باش ما بغيتو بالاعشاب المنسيمه بالزنجلان على حساب الذوق ديالكم هنا انا غادي نزينهم فقط بالفرماج احمر صافي هذه هي الطريقه اللي كنعمر بها هاد اللي كانوا اللي كانينو لي كانينو <applause> لي كلفات لي الهضره تاع دير لي المهم صافي بهذه الطريقه هنا كندير هاد الفرماج حمر في الجناب على هذا الشكل وصافي يعني هذه هي الوصفه ديالنا كنتمنى تكون عجبتكم الطريقه وتجربوها ان شاء الله وأكيد غادي تعجبكم لانها بصراحه كتجي لذيذه جدا وسريعه التحضير بالنسبه اللي كيبغيو الوصفات السريعه كنشكركم بزاف على حسن المتابعه والى فيديو قادم ان شاء الله والسلام عليكم